لك فيق بقى فيق الساعة 5 مهان فيق بقى لك الضو شغال شبه ايه منشان هيك ناديت لك العالم تغير ومع هيك هالبيت مثل ما كان ولساتها الأضوية مثل العادة تشعل على الساعة 5 الصبح مثل ما كانت من 18 سنة ايه بس في شغلة واحدة تغيرت هي الشخص اللي بفيق الصبح بكير والشخص اللي بيشعل الأضوية بالبيت أنا هون بورفي مو هيك بفيقوا النايم شبكي شو بدك يعني أعمل؟ أنت ما بتسمعي صوتي مشان هيك قلت بفيقك بكيس الحليب أيوة لكان صرتي عم تستعملي أساليب ضدي معلوم أنت كنت تفيقيني قبل وهلأ دوري بس الأدوار تبدلت ستي أما الحوارات نفسها بكفي بقالك شو صاير لك أنت بتضلي عم تحكي وليش مانك لابسة مو رايحة على الشغل أخذت يوم إجازة إجازة؟ ليش الإجازة؟ هي الأم وبنتها ما عم بفهم عليهم كيف بيفكروا يا ربي بس ساعدني أمي عم أعمل شاي تعي بسرعة جاية بنتي جانو؟ نعم مانك جاهزة لسا؟ ما بدك تروحي اليوم على الشغل؟ أمي أنا عندي أيام عطلة محسوبة علي بقى قلت لحالي إذا بستغلهم بيكون أحسن شلون البنت وأمها بيفكروا نفس التفكير؟ يعني أنتوا ما اتفقتوا تعطلوا وعطلتوا سوا بنفس اليوم شو غريبين؟ ماما في رقم مكتوب على الرزنامة إذا بتريدي أعطيني إياه بدي إياه مشان الطلب تبعي تسعة ثلاثة اثنين تين اثنين ستة سبعتين يا الله اللي بدي اياه تشوفه ما انتبهت عليه انت شو عم تعملي؟ انا شلت صفحة مبارح انت ليش شقيتي صفحة اليوم بالغلط؟ لا بنتي انا ما شقيتها بالغلط انا شقيت الورقة عن قصد شو فقدت هالذكريات؟ اذا رح يجي من وراهن الألم والحزن ستي انت ليش عم تحكي بقسوة؟ انا ماني غلطاني بورفي من الافضل لحياة الكل انه بعض التواريخ تنمحى تماما من حياتهم انا محيت تاريخين بشكل نهائي من حياتي اول تاريخ يوم اللي خلفت ابني فينوت وتاني تاريخ هو وقت اللي خلفت بنتي بارشا بس تخزيق الصفحات ما رح ينهي العلاقة المسافة ما بتنهي أبداً العلاقات اللي موجودة بيناتنا لحد اليوم يا أمي لما أخي بيجي بتفوتي بتبكي جوا لأنه هالشي بيوجعك أنا براهن إنك ما بكيتي لما خلفتي أخي قد ما بكيتي من حرقة قلبك عليه فكرة إنه شخص ما بقى موجود بحياتنا
هالشي ما بيعني إنه نحنا نسينا. أنت لحالك اللي عم تشتاقي له. إيه أنا مشتاقت له كتير، مشتاقت له بطريقة ما فيكي تتصوريها، وهذا الشيء الطبيعي. العلاقة ما فيها تكون من جهة واحدة، بس المشكلة هون هي المشاعر. العلاقة يا أما بتكون موجودة يا أما لا، وإذا انوجدت ما بهم إذا كانت من جهة واحدة، وما بهم إذا كانت من جهتين. جانو، لسه لهلأ أنت عم تدعي من شان الله يطول له بعمره لمازن؟ مين قالك أنه أنا عم أدعي مشان الله يطول له عمره لمازن؟ أنا عم أدعي مشان أنا يطول عمري، لأنه أنا بدي ضل عايشة طول ما أنه هو عايش. عفواً استاذ. تفضل. كل تجهيزات الحفل صارت جاهزة، بس نحن ناطرين السيد مازن. قلتك هو بيصل على الوقت؟ بصراحة ما بعرف إذا رح يجي مازن على الوقت، بس رح يجي في حال شخص موهوب يتحرك على الوقت أو لا. الوقت أكيد بيتحرك معه. من شي 18 سنة مين كان بيقول إنه مازن رح يكون بهالموقع؟ وأنا فخور كتير فيه إنه واحد من رجال أعمال الهند القلائل والأذكياء، وكمان هو لساته زميلي. السيد مازن إنسان منيح، مو بس رجل أعمال جيد، مشان هيك اليوم رح يتكرم. بس أستاذ، هو وينه هلأ؟ بيكون بالبيت. بالبيت؟ لكن ليش تأخر كتير ليوصل؟ يعني هو بيطول ليجهز حاله؟ لا، ما بتوقع أنه بيطول، بس بناته بياخدوا وقت شوي، وخصوصاً أوفي. أوفي، تيجو، روبرت، وينهن الأختين؟ تيجو، انزلي إذا صرتي جاهزة، لازم نروح بقى. يلا انزلي. ستي، أنا من زمان جاهزة. دوري دوري، قوليلي شغلة، شو معناتها إنك تكوني جاهزة لحفلة برأيك؟ شو قصدك شو معناتها؟ لك يا بنت، في حفل كتير كبير معمول مشان أبوكي، وأنتي بدك تروحي لابسة هيك؟ لحظة بس، هلأ صرت جاهزة، شو رأيك؟ شو؟ بنتي حبيبتي، أنتي ما رح يطلع منك شيء، وما في أمل أبداً. أختك بدها 4 ساعات لتلبس وتجهز حالها، وأنتي تلبسي بأربع ثواني وبتطلعي مثل البنات الفقيرين. بتعرفي أنا ما فيني استوعب أنه أنتو التنتين خلقتوا بنفس اليوم. هو هو علينا. لمين هذا اليوم؟ لبابا. مين بده يتكرم؟ بابا هو اللي لازم يكون جاهز، نحن شو دخلنا؟ حبيبتي، أنتو اللي دخلكن لكن مين؟ هو أصلاً ما بيعمل أي شغلة بدونكن أنتو التنتين، وبدون ما تكونوا حاضرين. هذا يوم كبير كتير بالنسبة له، وأنتي رح تروحي على تكريمه لابسة هيك؟ يوم كبير؟ ستي، قليلي هلأ، بابا حكى معك في شي موضوع؟ كيف يعني؟ إنه اليوم هو ذكرى زواجه، بيتذكر؟ لحد هلأ مانو متذكر. شي عظيم. برأيي بابا ما لازم يتذكر ذكرى زواجه بسبب الحفل. صحيح، هلأ وينه؟ كتير تأخر. أنا جاهز. أبوكي جاهز من زمان، وهو ناطر بناته ليجهزوا حالهم بقى. بابا مازن، احكي معها لهالبنت، ليك هالتياب اللي لابسهن وبدها تروح فيهن على الحفل ليك؟ أمي، بناتي بيعملوا يلي بيلاقوه مناسب. بناتي هن الملكاتي. بابا حبيبي. بالمناسبة، وين أوفي؟ استنى هون، أنا رح جيبها. أوفي؟ أوفي؟ أوفي انزلي بقى. أوفي مازن،
انت هلا رجل اعمال كبير ابني، بس ما فيك تمشي كلمتك على هالبنتين الصغار. اللي بيشوفك بيحس انه حياتك بتبلش مشان هالبنتين وبتنتهي مشانهم، وبتنتهي مشانهم. مو مشانهم امي، انا حياتي مستمره بسببهم هن. يا سلام يا أوفي، إذا شافتك شي ممثلة من برا أنا متأكد إنها رح تغار مني. مسيك هي قلي شغلة، إذا كنت صديق الطفولة يعني بتعيش عنا، ليش ما بتروح عبيتك؟ وأنتي كمان قديش بدك لتجهزي؟ 30 دقيقة لحتى ألبس و 30 دقيقة لحط مكياج، يعني بخلص بشي ساعة ونص. أولى وقتها أكيد بيكون الحفل خلص. شو عم تعملي؟ وقفي وبس. بما انه نحن متاخرين انا رح ساعدك. إيه؟ ولا بدك بابا يتاخر على حفلته لحتى حضرتك تنبسطي؟ لحظه على مهلك، انت شو عم تعملي؟ لازم تخلي ابي يتاخر بسببك، ضروري تمعطي وشك كله لحتى تجهزي. لحظه، بترجاكي ما تخربي اللوحه الفنيه تبعي. اسمع انت كمان، احمد ربك انك لساتك عايش. روح طلع شو عملتي لي بشعراتي. خلص مناح خلصينا بقى. حلو شيء حتى وانت شعرك هيك طالع احلى منك. ليك اذا بتريد لا تقارني فيها بنوب. فينا نمشي؟ منروح. اسمعي شوي. شوفي كمان بابا، متذكر ذكرى زواجه شي؟ لا. منيح. لك يلا نروح. نروح. وهلأ اكتملت هويتي. تعرفوا لما الرجال يطلع من البيت هيك مع بناته الزراف هو بيضعف كله. بالإذن وأخيرا وصلت يا مازن. كيف الحلو؟ منيحة. كيفك بنتي؟ تمام. كيفك خالة منيحة؟ تعال معي. ليكي طلعي بهديك البنت، ما لابسة شي تحت الكنزة، صح؟ شو بدها تعملي؟ ممكن؟ شكرا. ستي، شو عم تعملي؟ لا تحرجينا قدامه. لك تركيني بس بدي غطيها. Forgot? You take this and love it. You are so dumb. Thank you. لك أنت. ستي شو كنت عم تعملي؟ ما أجدبك، هي ما تحتني قالت لي دام وأنا قلت لها شكراً إلك. ستي دام ما أنا كلمة منيحة لحتى تشكريها. ستي البنات هون بيلبسوا فساتين قصيرة. إيه؟ هيك مزبوط. أي هي الموضة؟ شو هالموضة هي؟ تعرفي شو هي الموضة تبع بلدنا؟ الجسم من فوق لتحت بيتغطى بالساري، يعني يا دوب حتى يبين شيء من الجسم. أما هون بخيطوا 10 فساتين من فستان ساري واحد بس. سيداتي وسادتي، فيكن تعيروني انتباهكن؟ بدي أطلب يجي لعندي السيد مازن ديشموخ. اليوم كتير مميز بالنسبة لنا، نحن رح نكرم واحد من أذكى وأنجح رجال الأعمال بالعالم. هو انضم لإلي ورفع الشغل تبعي لأعلى المستويات. سيداتي وسادتي، أنا بدي أكون ترحبوا معي بهذا الشخص الرائع والناجح والذكي، مازن ديشموخ. شكراً كتير، هذا عن جد يوم سعيد ومميز كتير بالنسبة لي. الشخص يلي علمني الشغل والشخص يلي بسببه أنا بلشت حياة ناجحة هو اليوم بنفسه عم بيكرمني، عم يكرمني على شغلي يلي علمني إياه، وبحضور كل عائلتي الكريمة كمان. اليوم ابني مازن اعترف قدامهم إنه نحن بس عيلته، هو حتى ما تذكر جانا الحقيرة الغبية، حتى ما تذكر انه اليوم ذكرى زواجه. الحمد لله. هاي جائزة مهمة كتير بالنسبة لي، بس فوقها في كمان سبب تاني بخلي هذا اليوم مميز واستثنائي كتير واكتر من رائع
عائلتي مفكرين اني نسيت هالذكرى الحلوه، بس هن غلطانين. كيف انا بدي انسى ذكرى زواجي؟ ذكرى زواجي انا، الزواج يلي انتهى رغم انه ما انتهى، وجانا هي معي كل يوم وبكل لحظه، بالرغم من انها هي مو معي. امي وبناتي دائما بيستغربوا انه ليش هذا اليوم كتير مهم بالنسبه لي. انا هلا يلي رح جاوب على سؤاله، انا بعتبر انه زواجي كتير مهم بالنسبه لإلي، لانه زواجي هاد اعطاني هديه حلوه كتير، بناتي التنتين، لانه هنن بيكونوا عيوني، وبسببهم انا في ضوء عم بيضوي بحياتي، وحياتي بتمشي وبتنتهي عند بناتي التنتين. بسببهم هنن بيتي حلو ودافي، وهذا الشي بقوله انا وابني ساشين يلي هو برحلة عمل حاليا، واصلا نحن الاثنين منآمن بهذا الشي، ومشان هيك انا بهدي جائزة لابني ساشين ولبناتي التنتين ملكات حياتي. بيجو اوفي، اذا بتريدوا تفضلوا لعندي وخدوا هالجائزة. شوفيني طالعة حلوة. حفل اليوم كان كتير حلو، والفضل طبعا كله لك يا استاذ. حسيت كأنه عائلتك كان خايب أملهم بالنص الثاني من الحفلة. كيف يعني؟ هن كانوا مفكرين انك ما رح تتذكر ذكرى زواجك، بس تذكرته. ولا ممكن انساه، غضبي الكبير ما رح يخليني انسى هداك اليوم. صدقني انا خسرت اكتر بكتير من يلي ربحته بهداك الزواج. أكيد أنا هلأ مبسوط كتير من خلال بناتي، بس بسبب هذا الزواج أنا خسرته لابني. وأنا كيف بدي أنسى أنه جانا رفضت تكفي بهالزواج على الرغم أنه هي بتعتبره متين، وللأسف هي تركتني لما كنت محتاجة أكتر من أي شي تاني بهي الحياة. أنا في عندي ذكريات سيئة كتير مع جانا بتساوي الذكريات المنيحة، عدد المرات الحلوة يلي أنا كنت مبسوط فيهن معها هو نفس عدد المرات يلي أنا لمت حالي فيهن. وعم بقول ليش؟ ليش تزوجتها من الأول؟ أصلاً أنا حبيتها أكتر بكتير مما حبيت حالي،
ومشان هيك أنا جد سامحتها على كل أغلاطها، حتى عطيتها فرصة تانية لترجع لحياتي من جديد، بس هي رفضت إنها ترجع. ومن هداك اليوم أستاذ لحد هلأ أنا ما اتصلت فيها أبداً ولا حتى مرة واحدة، بس كمان هي ما حست إنه لازم تتصل فيني، بس يمكن بالنهاية هي ما بدها ياني. في مقولة بتقول إنه لما نسمة الريح بتلامس وشك بتذكرك بشغلتين، أول شي السعادة وتاني شي الحب. بشو عم تفكر؟ لما نسمة الهوى بتهب وبتلمس وشي بترجع ذكريات قديمة. انت عم تفكر بجانا صح؟ ايه استاذ، انا يمكن مشتاق لجانا كتير، بس ما بحس بالحب، انا بكرهها. ونسمة الهوى تعطيك احساس باللي بتحبهن انه نقراب كتير، ولما الهوى بيصير ريح بيصير في عاصفة بحياة الشخص. من خلال معرفتي فيك انت ما بتكره جانا قد ما بتكره حالك مازن. انت كتير مزعوج من حالك، وهالشي لانك مو قدران تنساها لحد هاليوم. انت بتحبها مازن. هو ما فكر فيها من الصبح للمساء، لكن ليش فكر فيها بالحفل؟ ما عم بفهم. نحن عملنا كل شيء حتى ما يتذكر. الله أعلم كيف فكر فيها. ما عبر عن هالشي بالحفل، بس أكيد من جواته بيكون مكتئب كتير. طبعاً هيك كنت متوقع. أيوة، يعني أنت السبب اللي صار، ما هيك؟ عم تحكي معي شيء؟ لا، ما عم بحكي معك انت، بس اكيد انت قلت شي لمازن فرحتني كتير لانك ذكرته. ستي انا كتير متوترة وقلقانة، بلكي بابا حبس حاله بغرفته مثل ما عمل السنة الماضية. تتذكري كيف كان؟ ما كان ينام كل الليلة من الزعل. حاجتكن بقى نقاش بهالقصة، كل ما حكينا فيها اكتر كل ما رح يزعل اكتر. شو ما كان مزاجه لأبي يكون، نحنا لازم نخليه ينسى، ولازم نعمل شي هالمرة وما نخلي بابا يتذكره ويحبس حاله بغرفته مثل السنة الماضية، وخاصة مشان وحدة ما بيهمها أمره ولا حتى بيهمها أمرنا. تماماً. ليش بدنا نضل نحكي عن هاي المرة ونضيع وقتنا هيك؟ وإذا بابا عم يفكر فيها اليوم نحنا لازم نخليه يفكر بشي تاني. بالضبط. هالشي مانو سهل كتير، ها؟ ومانو كتير صعب كمان. ابننا مازن من أيام زمان ما كان يقدر يقعد ساعة وحدة بدون جانا، بس بال 18 سنة اللي مضوا كان عايش حياة حلوة وناجحة وما حدا مأثر عليه بهالدنيا. ابني مازن في حول المستحيل لممكن وبكل بساطة، ومعنا قصة كبيرة يغير رأيه بهالشغلة. وصحيح مازن هو بنفسه قال هالحكي بالحفلة انه مانو عم بيحتفل مشان جانا وذكرى زواجه، هو عم بيعمل اللي عمله بس مشان بناته التنتين الحلوين. لكن ليش شكله اليوم كتير مكتئب هيك؟ لا، خسرت باللعبة مرة تانية. بابا أجيد؟ وهي أنا خسرت اللعبة. لا تخافي، هي أبوكي بالبيت ورح يخليك تفوزي. خلينا نلعب. يلا. برافو بابا. إيه، يلا يلا. هاي تيجو قدرت تشغل أبوها باللعبة، والله ما أنا قليلة. هيك رح ينسى حزنه على القليلة لمدة قصيرة. مرحبا رومي، كيفك؟ لحظة بس ثانية. تيجو تعالي شوي. إذا بتريدي تعالي لعندي، عم يحكني راسي كتير مشوبة، تعي رجعي لي شعري لورا. تيجو إذا سمحتي جبيني كتير عم يحكني.
جانا؟ ليكي جانا، أنا عم فكر إنه معي مصاري زيادة هالمرة، شو رأيك؟ إذا منركب مروحة بالمطبخ؟ لا مازن، هالشي مو ضروري، أنا بدبر حالي خلص، مو مشكلة بنوب. بس يا جانا أنت كتير عم تشوبي هون. إيه شو أعمل يعني؟ شو عم تعملي؟ مازن شوف، جبيني عم بيحكني كتير، لما بشوب بصير جسمي يحكني، فيك تحكي لي هون إذا بتريد، إيدي وسخين، بسرعة بسرعة. تمام مشي الحال، يسلموا. جانا ليش ما بتربطي كل شعرك لورا بهالطريقة هي؟ لأنه اليوم كان عندي شغل لفوق راسي صدقني. أي يعني ما صار لي مجال اربطهم، وجعتني جانا. أنا أخذت قراري، شو ما صار بدنا نركب مروحة بالمطبخ. لا 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 لا، أنا قلت إيه مازن بترجاك. لا أنا قلت إيه وخلصنا بقى. لا يلا خلينا نعجن العجينة. أنا بعجن، أنت لا تمد إيدك. تيجو هيك. أوفي ليش ما ربطتي شعرك من قبل؟ إيديك التنتين دائما مشغولين، وطبعا لما ينزل شعرك على وشك بتبلشي تعيطي لأختك. إيه بس بابا أنا بحب ضل فاردة شعري. أنت طالعة مثل بابا صح؟ لا مثل أفلام الكرتون، وكتير بتضحكي. تيجو يا سلام كيك مازن. مين طلب هذا الكيك؟ أنا اللي طلبته أمي. قال لي ليش؟ أنت بدك تحتفل الليلة، يلا يلا احتفل فيه قد ما بدك، وتذكر بس خليها ببالك ابني، أنا ما رح شاركك بهالاحتفال أبدا. بأي احتفال بتكون فيه هديك المرة نحن ما رح نشارك فيه. لا هذا الكيك مو مشان ذكرى زواجي، هذا الكيك مشان نجاحي، حصلت اليوم على جائزة كبيرة وعلى شهرة كبيرة، أكيد هذا الشيء بده احتفال. بابا تيجو شو الفائدة إنه نزعل على شيء إذا نحن ما فينا نغيره؟ خلينا نحتفل بالسعادة يلي إجتنا ونعيش حياتنا. يلا قطعوا الكيك، تعالوا. يلا 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 تعالي عدي جنبي، عدي عدي. يلا بلشوا. بابا خليك، أنا بطعميك، أنا بطعميك، أنت لا، أنا بطعميك. بابا لا، بابا لحظة لحظة. أمي تعي خليكي قاعدة، أنت جد ما في داعي. ليكي خالتي جانا، حضرتي مسلسل الحماية والكنة وبيت الأحمر؟ ايه طبعا حضرته، واحترق قلبي كمان، الحماية قلعت كنتها من البيت، مو معقولة. المخرج انهى الحلقة بأحلى وقت وشوقنا على الأحداث، يعني ما رح نعرف شو رح يصير بالبطلة بعدين. ولا شي، رح نشوف، رح نعرف لما نحضر الحلقة اليوم. بورفي تعي. شو هاد؟ عم تحكوا بالمسلسل؟ انتو ما عندكن مشاكل بتكفي بحياتكن قاعدين هون كمان عم تكملوا؟ بلا حكي فاضي، انتي شو بيفهمك؟ هاي شغلتنا. امي لوين رايحة؟ نحن لسه ما بعرف، استني شوي. سالوني؟ حبيبتي شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنيني عنك، صار لي كذا سنة ما شفتك. وين كنتي؟ انا انتقلت مع عيلتي كلها على هيدر اباد. بالله جد؟ ايه واجيت لاحضر عرس هون. انت قولي لي هلا كيفك، شو اخبارك؟ كيف شايفتيني انت؟ لساتك مثل ما كنتي من 18 سنه، حتى ما تغيرتي، وكمان ما سمنتي ولا كيلو. عفوا. وكمان شكلك لساتك منيحه، بتشتغلي كثير. خلينا نقعد، احكي لي انت شو في عندك اخبار جديده، طمنيني. انا منيحه. ما قلتي لي تعرفتي على شي حدا هون؟ بصراحة ما كتير تعرفت على العالم، بس على طول منلتقي أنا وبافنا. صحيح، هاي الصبية بنت لبافنا، وهي الصبية بتكون بنتي. بنتك حلوة كتير وأكيد طالعت لك. ليكي جانا، أنا بعرف إنه في عندك بنتين، وين التانية؟ هديك ضلت مع أبوها.
شكلها هي بنت أبوها المفضلة. إيه؟ طيب قليلي كيفه مازن؟ مازن منيح. وباقي العيلة كيفهم؟ كلهم مناح كتير. أمانة تسلميلي على الكل. يوصل. ماشي أنا هلأ وصلت ورح انزل هون. باي. يلا بالإذن. يلا بالإذن. طيب خالة وأنا رايحة لا تنسي تحضري المسلسل. أمي أنت ليش كذبتي على الخالة؟ كذبت؟ شو كذبت عليها؟ شبك؟ قلتي إنه أنا بنتك. وأنتي مانك بنتي يعني؟ بلا أمي، بس هي عم تحكي عن بناتك الحقيقيين واللي عايشين مع أبوهن هلأ. إيه صح حبيبتي، أنا خبرت عنهم كمان. طيب أمي أنتي ليش ما قلتي لها إنك مانك عايشة مع أبوهن من مدة طويلة؟ بورفي، المفروض إنك ما تحكي أكتر من اللي بتنسألي عليه، فهمتي؟ فهمت عليكي. أمي أنتي ليش متأكدة إنه أبي منيح وأنتي ما حكيتي معه من زمان؟ وانتو ما بتعرفوا عن بعض شي من 18 سنة. ايه بورفي، بس انا بعرف كيف وضعه. وين ما كان مازن هلأ اكيد هو منيح. ما بهم كم سنة صار لنا ما حكينا، ما بهمني قديش انا وياه بعاد عن بعض، نحنا منعرف منيح كيف التاني طول هالمدة. بس بورفي بعيد الشر، إذا بيصير له أي شيء بالمستقبل أنا رح كون أول شخص بيعرف بهالشي. أنت بتحبي بابا كتير ما هيك أمي؟ طيب طيب أنت متأكدة إذا بابا بيتذكر هذا اليوم يا ترى؟ كيف بتفكري فيه بالنهار وبالليل وما بيغيب عن بالك لحظة؟ شو بابا مثلك؟ بيكون مشتاق لك هيك؟ هو كمان بيكون عم بيفكر فيكي طول الوقت؟ إذا هو عم بيفكر فيني أو ما عم بيفكر صدقيني ما عندي فكرة، بس الشي اللي أنا متأكدة منه إنه مازن ما في ينسى هاليوم بنوب، ما رح يقدر ينسى أبدا. أوفي وتيجو برأيك بتذكروا هاليوم؟ يعني قصدي مثل ما أنا عم ذكرك كل مرة بهذا اليوم بيكونوا عم بيذكروا أبوهن بنفس الطريقة؟ ما بعرف، بس مبلا هن بيكونوا كتير مبسوطين مع مازن، أنا واثقة. تعرفي هن كتير محظوظين لأنه مازن بيكون أبوهن. أنا بعرف كتير منيح إنه هو عم بيدير باله على بناتي، بيكون عم يعطيهن حب وحنان فوق ما تتصوري، أنا متأكدة. فهمتي علي؟ هذا زيت خروع، حطي منه. شو هاد؟ دائماً بتحطي زيت على شعرك، ما بدي حط زيت مثلك. بورفي إذا ما حطيتي زيت ما رح يضل ولا شعرة براسك. ما رح تتركيني؟ لا أمي، يا ترى ستي كانت تحط لك على شعرك زيت دائماً؟ إيه. أيوة، مشان هيك شعرك حلو كثيف. طبعاً. أي حاج بقى، خلينا اليوم نروح نحضر فيلم. بورفي أنت فيكي شي؟ فيكي تحضري فيلم؟ تعرفي إنه مالي بالعادة أحضر أفلام. طيب شو رأيك تروحي مع رفقاتك تحضري لك شي فيلم؟ يلا. ما بدي روح مع رفقاتي، أنا بدي روح معك أنت، وبدي روح اليوم، اليوم ذكرى زواجك، لهيك نحن لازم نحتفل فيه. إيه بورفي صح، بس النسوان بالعادة بيحتفلوا مع أزواجهم بذكرى الزواج تبعهم. إيه بعرف، مشان هيك أنا بدي أخدك، ومو بس أنت بدي أخد ستي كمان، رح نتسلى كتير. عجبتك الفكرة؟ أمي ما رح تجي. ليش؟ لأنها مزعوجة مني. لا مستحيل ستي، مستحيل أنه تزعل منك. من كل عقلك مفكرة أنها ما بتزعل مني؟ إيه طبعا، مثل ما أمي مستحيل تزعل مني نفس الشي ستي مستحيل تزعل منك. تعرفي أمي، كل الأميات نفس الشي، سهل أنه نكسب رضاهن. أول ما يزعلوا منك بتروحي لعندهم وبتحكي لهم مشكلتك مشان ينسوا الزعل ويفكروا بالحل، وبدقيقة أكيد بتقنعيهم. شو مانك مصدقتيني؟ ما بدقيقة أنا رح جيب ستي لهون، ولما هي تيجي بنفسها رح تقلك يلا خلينا نروح نحضر فيلم. هذا الشي مستحيل حبيبتي، عم تفهمي علي؟ هاد هو سحر بورفي، إذا بيشتغل على أمي بيشتغل على ستي. أنا قلت لأمي إني رح أطلب من ستي هالطلب، بس اللي مبين إنها كتير معصبة،
يا ربي إذا بتريد ساعدني. ستي شوفي ستي، بدي أحكي معك بشغلة. وأنا ما بدي أحكي معك. أنتوا التنتين روحوا واحتفلوا بهي الذكرى، روحوا على الحفلة، كلوا واشربوا وانبسطوا، يلا روحوا. أنا بعتذر ستي، أنت كان معك حق وما كان لازم أغلط هيك وذكر أمي بذكرى زواجها. ليش؟ شو صار؟ لأني من لما ذكرت أمي بذكرى زواجها قعدت تبكي وما وقفت بكي، مع أني حاولت كتير راضيها وواسيها، ما في فائدة. ستي أنا ما بتحمل شوفها زعلانة هيك، إذا بتريدي عملي شي. كنت ناوية أخدها نتسلى، نروح نحضر فيلم، فكرت وقلت إنه هيك بصير مزاجها أحسن، بس رفضت الفكرة. أنت قليلي شو أعمل؟ ولا مو عارفاني شو أعمل؟ ما في ببالي شي، ما بترد علي، وفوقها رح تأذي حالها كتير بالتفكير بالماضي والزعل على الفاضي. هي البنت بتنسى قديش أنا بزعل لما بشوفها عم تتوجع هيك. لازم نعمل شي من شانها، بس فكرة هالفيلم تبعك منيحة، رح ناخدها تحضر الفيلم بلكي بتنسى شوي. بس أمي ما عاد ردت علي ستي. بالله ليش لحتى ما ترد؟ أنا رح روح وأقنعها. إيه. جانو يلا قومي، نحن طالعين مشوار. لوين أمي؟ لوين رايحين؟ بدنا نروح نحضر فيلم. لوين يعني؟ نعم نحضر فيلم؟ فيكي شي أمي؟ شو فيني يعني؟ بنتي شوفي قديش وشك مكتئب. جانو أنت بتعرفي إنه أنا ما بحب شوفك مكتئبة وزعلانة. ليكي بنتي، نحن ما فينا نغير الماضي، بس فينا نغير حالنا مو هيك؟ لهيك اليوم بدنا نطلع مشوار مع بعض، رح نحضر فيلم ونتفتل ماشي؟ طيب أمي مثل ما بدك. نحن الثلاثة رح نحضر فيلم، وبتعرفوا لمين؟ رانبير كابور. شكرا أمي. طيب خليني روح أقفل أبواب الشبابيك. يلا. هيك بتضحكي على ستك يا عيب الشوم؟ طبعا، لأنه أنا بعرف أنه الأم لما بتكون زعلانة لفترة قصيرة فبتكون معصبة، وقت التعصيب بخف شوي فكل شيء بصير طبيعي. عن جد؟ إيه. وعلى كل حال أنا في بحياتي أمين مو وحدة، مشان هيك أنا بعرف قلب الأم منيح وبفهمه. رايحة لمكان بعيد مازن. عم تفكر بيجانا، كل ما بتطلع فيك وبلاقيك معصب بعرف انك عم تفكر بيجانا. اكيد مو هيك القصة استاذ، وليش لحتى افكر فيها؟ مين هي بالنسبة لإلي؟ وين هلأ؟ شو اخبارها؟ هي ما عاد تفرق معي. اذا هيك ليش ما بتتصل فيها؟ اذا بتريد استاذ. هيك لكان مازن، انت بتفكر فيها دائما، شو بتخسر اذا اتصلت فيها؟ مرقت 18 سنة يا مازن، كان لازم تتصل فيها من زمان، بس انت ما عم ترد علي. شو رح استفيد اذا اتصلت فيها يا استاذ؟ تحصل على اجوبة. انا حاسس انك ما فهمت شو كان بدها جانا منك بشكل حقيقي. يمكن كان بدها تجي على المطار بهديك الليلة. يمكن، ويمكن كمان تكون هي انجرحت لما أختها خطفت ابني. يمكن هي انجرحت لما رفعت دعوة علي بالمحكمة وتخانقت معي كمان. ويمكن انجرحت لما ما اجت على المطار مع أني تركت لها تذكرة مع أمي. ويمكن كمان هي انجرحت لما ما اتصلت فيني أو ببناتي ولا مرة خلال 18 سنة. يمكن هي انجرحت لما وقفت جنبي وتخانقت مع أمها لأول مرة. يمكن ويمكن ويمكن،
كل حياتي كانت ضايعة بكلمة يمكن. أستاذ أنا طلعت غلطان، المرة يلي ولادها معي ما حست إنه لازم تتصل فيني وتسأل ولا مرة. ليش لحتى دقلها؟ هي ما طلعت لورا، وليش لحتى أطلع أنا؟ مازن، بالحياة بيمرق هيك قصص كتير، عدت سنوات مرقوا، هي أو أنت مين رح ياخد الخطوة الأولى؟ سنوات كتيرة مرقت بالانتظار، وشخصين راحوا بطريقين مختلفين عن بعض. أولادك عم يكبروا، هنن كمان رح يروحوا بطريقهم، ورح تضل لحالك. وجانا، مشان هيك عم قلك تتصل فيها. صرت عامل كتير مشان أولادك، واليوم هنن عم يعملوا مشانك، بس عن قريب رح يروحوا، وبناتك بالأخير رح يتركوك ولازم يكملوا حياتهم. الزواج هو قانون الحياة ورفقة كل العمر. لا أساس، هلأ ما في غير رابط وحيد بيناتنا، هو الكره. الكره بيناتنا ما فيني أعبر قديشه كبير. ليش انت شو بقي لك من اسم العيلة جانو؟ هي البنت اللي جبتيها من الشارع، البنت اللي ربيتيها بس ما خلفتيها، نسيت شو عملت اختها فيها؟ اختها الصغيرة خطفت ابنها وهربت، وحتى زوجها المحترم تركها وراح على كندا واخذ بناته معه، وهلأ انت جاية تعلميني شو هي العيلة وشو هي العلاقات؟ قولي لا تستنى شوي. ايه ستي، انت منيحة؟ انا منيحة. بسرعة يا بنتي، انت روحي وقفيها وانا بلحقكن على مهلي. ماشي ستي. انت ليش عم تجرحي حالك امي؟ انت مالك ذنب بكل شيء صار، لا تزعلي. بالحقيقة ما كان لازم اجي معكم، انا سبب كل المشاكل اللي صارت. ايه معك حق باللي قلتي، قصة اليوم صارت بسببك انت وحدك، انا بهدلتها لمرت اخي بسببك ودائما رح بهدلها، وكمان انا رح بهدل اي حدا بيحكي عليكي واسحك توقفي بوشي مرة تانية. أنت يتيمة بالنسبة للعالم وبنتي بالتبني، بس بالنسبة إلي أنت حياتي، أنت روحي، أنت كل شيء، أنت أحلى شيء بحياتي كلياتها. صح أنت ما خلقتي بنتي، بس ما حدا بالعالم إله حق إنه يسألك أو يسألني عن أي شيء بخصني. صحيح أولادي مانن معي، بس أنتي ما خليتيني حس بغيابهم أو حس بالوحدة. وقت الكل تركوني وراحوا، أنتي الوحيدة اللي ضليتي معي. كيف بدي أنساكي بهالسهولة يا بنتي؟ كيف بدي أنساكي؟ صحيح أنتي مانك بنتي الحقيقية، بس علاقتنا كتير حقيقية. يا ريت فيني أعبر لك عن كل مشاعري اللي حاسة فيها هلأ. أمي أكيد معك حق، بس أنتي ليش متضايقة وعاطي أهمية لكلامهم؟ ما يهمك، انسي كل شي صار، ارتاحي ستي. شوفي شو صاير فيها من ورا الركض، وراكي مقطوع نفسة. عادي ستي، رح أرجع فوراً. إيه كل هاد صار بسببك أنتي. أمي وين البخاخ تبعك؟ خدي يلا بسرعة. كمان أمي أنتي منيحة؟ إيه منيحة، بس شو اللي صار هنيك؟ كله مني، ما كان لازم أخذكن معي لهنيك. لا أنت مفكرة إنه مانو تغيرت، بس طلع ما في ولا تغيير بسيط. ما
حدا منا رح يرجع يروح لهنيك. لا أمي، لا أنتي ولا أنا، وما رح خلي بورفي تروح لهنيك، وما رح نروح ولا حتى كرمال ما بقى نروح. أمي روقي ولا تتوتري أنتي من القصة، خلص ما رح نروح. نحنا رحنا لهنيك بنية طيبة، بس شو الفايدة إذا العالم ما بيفهموا طيبة قلبنا؟ أنتي لا تفكري زيادة، حاولي تهدي، حاسة حالك منيحة؟ بورفي منين جبتي هاي الدرع؟ يعني لأمتى هيك بدك تضلك قاعدة مكتئبة؟ يلا كلي وانسي كل شيء. طيب ستي بعديلي خليني أقعد جنبك. عزيمتهم لعنا؟ اجوا على بيتنا وفركشوا خطبة بنتنا وحملوا حالهم وراحوا. ما أنا قلت لك اخرسي. لشو؟ وليش حتى اسكت؟ في نود انا قلبي عم يحترق وانت قلقان عليهم هلا؟ اثنيناتهم متصنعين ومنافقين، هن انخلقوا بس لحتى يضايقونا ويأذونا. مانو! شو مانو؟ كل مرة بتقول مانو؟ اللي حكيته مو صح في نود؟ ما قدروا يعملوا أي شيء منيح، بالعكس خربوا كل شيء. استنى دقيقة بس. ليك شوف هاي الهدية على أساس إنها من ذهب، يمكن وزنها 7 جرامات صح؟ بس كلها تقليد. هن جايين يضحكوا علينا؟ أكيد هاي مو ذهب، أكيد تقليد. هي ما أجت لهون لتقدم هدية. لا، معناتها بتعرف ليش إجوا لعنا، إجوا بس ليفركشوا الخطبة. قلبي عم يحترق على بنتي بوني. بنود بدي أسألك، أنت لاحظت بورفي؟ إجت لهون مرتبة حالة كأنه الشب جاي يشوفها. هي ما كانت نيتها. خلصنا بقى، أنا بعرف إن نواياهن ما كانت منيحة، هنن إجوا الخطة ببالهم، كانوا مخططين إنه يفركشوا خطبة بنتي بوني، واستخدموا كل قوتهم وطاقتهم ليخلوا هالخطة تنجح منيح. وحتى بعد كل شي عملته معي أنا جانو كانت عم تبهدلني. بنود أنت يلي بلشتي مانو، انتي يا مانو يلي كنتي عم تحكي حكي فاضي عليها، ما فكرتي ولا مرة شو بتكون عم تحس اختي؟ بترجاك انك تسكت، شو بدي اعمل؟ خطبة بنتنا فركشت اليوم وانت لساتك الآن على امك واختك فينود؟ عن جد رح جن، طفح الكيل عندي وما بقى اتحملك. فينود اسمع، من اليوم ورايح انا ما رح خلي امك واختك يلعبوا بمستقبل بنتي. من اليوم ورايح باب بيتنا مسكر، وهن الاثنين ممنوع يفوتوا لعنا على البيت. لك ليش انتي تركتي لي مجال حتى ارجع اعزمهم مره ثانيه؟ وشو في داعي ترجع تعزمهم؟ اسمعني شو بدي اقول لك منيح، ما عاد لهم فوت على هذا البيت ولازم تقطع علاقتك معهم. لانه العلاقه ما بتستمر من خلال المحافظه عليها وما بتنكسر هيك، وطالما العلاقه موجوده بتضل اذا الواحد قدر يحافظ عليها. امي واختي جانا قدروا انه يحافظوا عليها وضلوا مع بعضهم، بس انا لا، أنا لحد اليوم ما حافظت ولا على علاقة بحياتي من وراكي. فينود أمي لا تزعلي، أمي أنا رح أتزوج الشاب اللي مقدر لي أتزوجه، يمكن هاد مو نصيبي. رح يروح علينا الباص. اجيت اجيت اجيت. وقفوا وقفوا انتوا التنتين، وقفوا شوي. شو مو سمعانين عم نادي لكم؟ مين رح ياخذ لكم الغداء؟ بتضلوا تنسوا، بكون احسن اذا بتخلصوه كله. ايه؟ واياكم تطلبوا اكل جاهز. حاضر. ايه ماشي. يلا بخاطرك.
بالنظر لنهاية هي السنة بعتقد إنه فينا لسه نخطط لمشروعين وكله خلال 6 شهور الجاية. أكيد كتير منيح. عفوا. ألو؟ نعم أنا منيح شكرا، أنت كيفك؟ أرجون؟ هو إجا بس مقرر إنه يرجع اليوم. رح قله يحاكيكي. ماشي باي. أستاذ إذا ما عندك مانع مين اللي اتصل؟ هاي بنتك أوفي. وليش اتصلت فيك أنت؟ لأنه صديقة القديم إجا، كانت حابة تعرف إمتى جاي وإذا إجا رح يقعد ولا لا. صح؟ أصلاً هن ما شافوا بعضهم من زمان، يمكن لهذا السبب سألتك. وهن أصدقاء وبيكونوا مشتاقين لبعض. بس أستاذ هي ليش ما اتصلت بأرجون؟ اتصلت فيه بس ما قدرت توصل له فحاكتني. فيني أقول شغلة؟ بس تكون بنتي أوفي مع أرجون بحس حالي مرتاحة كتير، لأنه بحس إنه أوفي بأمان كتير مع أرجون وأرجون ما رح يخليها تعمل أي شيء غبي. بعرف أستاذ بتكون عم تفكر وتقول إنه مازن بفكر كتير ببناته التنتين. شو فيني أعمل؟ أنا لازم كون أبوهن وأمهن سوا. بالمناسبة إمتى رح يرجع؟ ما بعرف إمتى رح يرجع، صاير مخلص لشغله مثل ما أنا كنت بفترة من الفترات. وقت كنت أغرق بالشغل كنت أنسى كل شيء، وخبر المدير إنه لازم يحجز لي بالطيارة عن نيويورك. بابا؟ بنتي؟ شو القصة؟ شو عم تعملي بهذا الوقت؟ بدك مني شيء؟ بابا حبيبي شوف برا في رعد وعم تتلج الدنيا وكمان كتير برد، حاسة انه رح تجي عاصفة عن قريب كتير بابا. يعني انت بتعرف انا بخاف كتير من صوت الرعد، ما هيك؟ لهيك انا اجيت لعندك، لانه بس كون معك بهذا الجو ما بخاف من اي شيء لو شو ما كان. ما زين وقت بترعد الدنيا بحس حالي خايفة كتير. حبيبي مازن أنا بدونك بحس أنه ناقصني شي، لولاك يا قلبي كانت حياتي ناقصة طول العمر. بابا هلأ هي اللعبة نامت هون، بس يصير رعد بتبلش تتغنج عليك. بابا تعال معي إذا بتريد. لوين؟ لعبة التنس كتير بتسلي بهالوقت. يلا نروح. بدك تضل تهتم بأوفي وتتركني؟ وأنا كمان لازم تهتم فيني شوي. ماشي ماشي وقفي شوي. يلا استعجلي رح يروح علينا الباص. إذا راح بيجي غيره لا تاكلي هم. يا قلبي نسيانة إنك أنت أعلى مني؟ نسيانة إني لساتني مبتدئة؟ أنت ما حدا رح يسألك، بس أنا أكيد رح آخذ إنذار على التأخير وأكيد رح ينخصم من راتبي. بعدين أنا أخذت عطلتين، واحد يوم عيد ميلادك والتاني لماما. أوه ماما أنت ليش كتير متوترة ها؟ ليكي أنا بضمن لك إنه ما رح تاخدي إنذار اليوم. ماشي؟ امشي. وبالنسبة لأنه وضعي أحسن طبعاً أنا اليوم هيك بس بفضلك أنت.
أنا كنت يتيمة. بلا هالحكي، شو عم تقولي؟ أنا بقاتل كل العالم كرمالك وأنتي عم تسمي حالك يتيمة؟ ليكي تاني مرة بضربك كف إذا بتعيديها. بورفي، أنا دايماً كنت حب أدرس، كنت حب أتقدم. لما ما قدرت أدرس قررت إنه وقت يصير عندي بنت رح خليها تدرس منيح مشان تصير أنثى ناجحة بحياتها، وأنتي حققتي هالشي بنتي. أنا فخورة فيكي، فهمتي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.